مساء سعيد مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الحياة سينما. اليوم ضيف جديد، حياة جديدة، مقطع من حياة يصلح لأن يكون فيلما سينمائيا ناجحا. كان يمكن يكون ضيف أنت أو أنت أو أنت، ولكن اليوم هي ضيفة كريمة. الاسم ديالها الحرار، متألقة على مستوى التلفزيون، على مستوى المسرح، على مستوى السينما. التألق ديالها هذا بان من خلال مجموعة ديال الجوائز حصلت عليها، آخرها كانت في بولونيا. بدايتها الفنية كانت سنة 1990، درست، تخرجت ممثلة ومخرجة، وهي الآن أستاذة بالمركز النموذجي للمسرح التابع لوزارة الثقافة. أعطت الشيء الكثير وواعدة بأن تعطي المزيد. لما قلت لكم الحرار يمكن ما تبادرش لكم الأمر بمن كيتعلق، كيتعلق بلطيفة، لطيفة الحرار المعروفة فنيا بلطيفة أحرار. ستكون صادقة، عفوية، غتختار من حياتها الجزء اللي كتعتقد لو أنه تصور السينما يكون فيلم ناجح. أجي ورحبوا بلطيفة، مساء النور ومرحبا بك معنا. مساء النور ايتما سويتما، الزور في اللون، ومرحبا بيا معكم في هذا البرنامج مع سي عمورة. لالا لطيفه، غادي نكونوا مختصرين ونمشيو مباشره للهدف. اييه، قل لي اش من جزء من حياتك غتختاري اللي كتعتقدي انه يصلح فيلم ناجح للسينما؟ كاين بزاف ديال الاجزاء، ولكن بما ان يعني البرنامج خص ضروري ناخذ واحد الجزء، غادي ناخذ واحد الجزء ديال 2009 اللي توفى فيه الوالد ديالي، وبالنسبه ليا كان فيه مجموعه عاود فيه بزاف ديال المشاهد بيني وبينه، بيني وبين خوتي، وبيني وبين كاع لي كازيرن والمحطات اللي دزنا منها. جيد، العنوان اللي تبغي تعطي لهذا الفيلم؟ السفر الاخير. السفر الاخير، يمكن نعتبر العنوان مرتبط بسفر الأب إلى دار البقاء. طبعا فيه السفر ديال الوالد ديالي، ولكن أيضا هو عنده علاقة بالسفر ديالي أنا، لأن حتى أنا كنسافر بزاف، أنا ربما كنسكن في الباليزة أكثر ما كنسكن في الدار ديالي. جيد، إذا قلنا أنه الأحداث ديال هذا الفيلم كتمر في 2009. أيه. وعنوان الفيلم السفر. أول لقطة المكان والزمن. أول لقطة هو الوالد ديالي نعس في اللباس ديالو، اللباس اللي كيلبسوا كاملين الناس ملي كيتوفاو، الكفن بيض، نعس مغطي الكفن، مجموع له الكفن ديالو ويتوسع دونك، والإمام كيقرأ عليه القرآن ربع ساعة قبل ما يديوه للقبر ديالو. دونك أنايا حيت وصلت ربع ساعة، كنت كنصور في سيت كوم مع سعيد الناصري، وكانوا كيعيطوا ليا وكيقولوا لي راه تزاد عليه الحال، ما بغاوش يقولوا لي بلي راه مات، ولكن انا حسيت بها الطريق كامله، وانا حاسه بلي الوالد ديالي الله يرحمه توفى. ما بغيتش نبينها، ولكن في الطريق وانا غاده كنت كنكتب ليه داكشي اللي كنت باغا نقول له، داكشي اللي كنت ربما ما قديتش نقول له سنوات وسنوات. مي وصلت تلاقيت مع خويا منير، قال لي ما تبكيش راه مشى ضاحك. لقيت الناس واقفين، شي في الباب، شي في الصالون. حليت الريدو لقيته ناعس في اللباس ديالو في الكفن. شفت الامام قلت له عمي بغيت نبوس با، قال لي تقدي؟ قلت له اه نقد، بغيت نبوسه. عريت على با على وجهه، لقيت عينيه فريمون ناعسين ومبتسم. قالوا لي توفى مع العصر، كان كيودن العصر وهو كيشهدوا ليه وكيقطروا ليه العسل. ومنين وصلت ربع ساعه من بعد قلت لهم خذوه. مني خداوه نحطوه في القبر ديالو كان كيودن المغرب. يعني هذا السفر فيه السفر ديال الوالد ديالي والجثه ديالو، ولكن الروح ديالو بقات. دونك فيه حتى السفر ديالي انا معاه، والاسفار اللي كنا انا وياه كنعيشوها، لان هاد اللحظه انا اختاريتها حيت اللحظه اللي كتجمع ما بين الان وكتجمع ما بين الفلاش باك، اللي في ديك اللحظه وانا كنبوس الجبهه ديال با وكنقرا عليه القران
عشت معاه لحظات ديالو وحي. هو مريض وهو كيسافر، هو عسكري، كيقول لي انا غادي نمشي للصحراء بنتي، ولكن انت راكي لا جوان ديالي، تهلاي في خوتك. يعني هادشي كامل في هاد اللحظه هادي. هي لقطه مؤثره ومعبره، ولكن غادي نعتبروا ان المخرج بغى يبدا بها فقط الفيلم ديالك طبعا، على اساس انه بالفعل غادي نعيشوا احداث الفيلم الحقيقيه في الفلاش باك. طبعا غادي نرجعوا للخلف للوراء بعيدا جدا في علاقة طفلة صغيرة اسمها لطيفة وأب. اللقطة اللي كتجيك في هذه اللحظة للذهن؟ اللقطة اللي كتجيني في هذه اللحظة كتجيني وأنا دائما كنخرج وكنسافر، كنخرج مع بابا ملي كيجي من الصحراء، لأن بابا عسكري كيخرجني وكنمشيو كنشربوا ليموناد. دائما كنمشيو كنجلسوا أنا وياه في قهوة وكنشربوا الليموناد، وكيقول لي وعاودي لي شنو طرا. كنعاود له على المدرسه، كنعاود له على خوتي، كنعاود له على، حيت كان دائما كيقول لي لطيفه انت لادجوان ديالي. جيد. لقطه لطيفه والاب ديالها في القهوه، اييه، جوج قراعي الليموناد، اييه، جالسه حداه قبالته، قابط فيه، قابطه فيه. شحال في عمرك؟ شنو لابسه؟ كيف ماشطه؟ في عمري 6 سنين، لابسه كسوة خضراء الخضوريه ديال اللون ديال القزبور، وعندي سميطه صفراء موطارد وفيها لي كوكسينيل مارون، وبابا لابس قميجه شيبيه وسروال غري وصنداله. علاش عقل على هاد التفاصيل بالضبط ديال الكسوه الخضراء؟ عقل على هاد الكسوه الخضراء لان غرقت بها. لان كنت كنعوم في الواد مع الدراري في قرسيف، وواحد المره غرقت في القلته، ولكن هاد الكسوة كنعقل عليها لان شراها ليا بابا، جابها ليا من الصحراء، جابها ليا. وطبعا كان كيجيب لنا بزاف ديال الحوايج، ولكن هاد الكسوة عزيزة عليا لان الوالد ديالي عسكري، ولكن اول مرة يعني كنحس به سيفيل منين شرا ليا هاد الكسوة هادي خضراء، حسيت بلو كوتي سيفيل في الوالد ديالي. رجعوا للقطة ديالنا. اييه، دونك جوج قراعي المناضة، جوج كيسان، الوالد ديالي جالس هنا وانايا جالسه هنا، وكيقول لي ايوا اني ليني، كيهضر معايا بالسلحه، كيقول لي وعاودي ليا شنو القرايه ديالك وهذا. لان الوالد ديالي ما كانش قاري، ولكن كان كيشجعني نقرا، وكان كيشجع خوتي نقراو، وكان كيصرف علينا مزيان باش نقراو. يعني الله يرحمه كان رجل واعي جدا بان القرايه والدراسه شي حاجه مهمه. وكنجلسو كنبقى نعاود ليه كنقول ليه فوالا شنو طرا خوتي. يعني وكنا دائما كنشجعوا في الكوره انا وياه، كنا ما كنتش كنعرف بزاف الاسماء ديال الفرق، ولكن كنكونوا دائما كنشربوا الموناضة وكنتفرجوا، كنقول له انا كنشجع الكحل، هو كيقول لي انا كنشجع البويض. جيد. وانت كتكلمي وتكلمنا على الكسوه ومشيتي مباشره للحادثه ديال الغرق، وحيت لي حتى بشخصيتك كيف كنعرفها انك متحرره جدا، متحركه جدا طبعاً. يمكن حتى السيناريو ديالك تكون فيه هذه الحركيه، ويمكن حتى السفر قد يدل على هذه الحركيه المسافره داخل السيناريو ديالك. وخلينا عود بحركيه اعتباطيه بدون ما نقلبوا على واحد الحبكه ونعتبروا هذا الفيلم ديالنا يدخل في باب السينما التجريبي، ومشي مباشره لحادثه الغرق. اييه، لان جيستومون انا بغيت نقول لك الفيلم ديالي ما بغيتش يكون غادي هكا، لا غادي يبقى غادي وكينقز. علاش؟ لان بحال الشخصيه ديالي انا كتنقز من حاله لحاله، بحال الناس دابا كنهضروا معاهم. انا متاكده من ملي هضرت لهم على الغرق شي واحد غيتفكر يقول حتى انا عندي شي واحد غرق لي. يعني كتخليه كيعيش مع راسو، كنقزوا من دابا لدابا، لان ملي كنعيشوا في الفيلم ولا في السينما ماشي بالضروره نعيشوا الاحداث كما هي، راه نقدروا. دونك في الغرق طبعا انا غرقت في القلته ومع الاصدقاء ديالي. ديما تفاصيل السن. كنت قلت لك صغيره، عندي 5 سنين، ومشيت كنعوم مع صحابي في واد مللو. وواد مللو هذا كاين في قرسيف، كاين جوج ديال الوديان، كاين مللو كاينه ملويه، وكنمشي كنعوم مع الدراري الاصدقاء ديالي. ذاك النهار حيت كاين واحد القلتات كيجبدوا، ذاك النهار واقيلا جبدتني القلته، ما يعتقوني الدراري صحابي. كان شي راجل تما كاين كبير وجا جا جا عتقني، دونك يعني تزاد لي في عمري. من تما ما عمتي؟
لا من تما كنتخلع شويه من من, من لا كنعوم كنعوم ولكن غير ما بقيتش كنتجرأ بزاف على الماء كنتخشى في الماء وداك الشيء ولكن ما كنتجرأش بزاف. نعم جيد. احداث فيلمنا فيها حضور ديال الاب بشكل كبير جدا. طبعا. اين هو موقع الام؟ الام الام حتى هي اب، الاب وام، لان من الوالد ديالي ما كانش في الدار، الوالده ديالي هي اللي كانت كتلبس الطري ديال با وكتلبس حوايج با وكتبني لنا الدار وكت يعني كانت الراجل والمراه في نفس الوقت. الام ديالي كان فيها الحضور ديال الاب ايضا، يعني دونك هي حاضره كتخدم معنا الدروس ديالنا، كتشتغل معنا على 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 كيفاش اننا نتحملوا المسؤوليه، كتقول لنا انت سير جيب الورقه ديالك، انت سير جيب عقد الازدياد ديالك، انت سير خلص الضون، انت سير دير هذه، ديال انها كتحملنا المسؤوليه، لان كتقول ربما نتيتموا شي نهار، ربما الوالد ما يرجعش ربما، ولكن ولكن الحمد لله رغم انه يعني بعض المرات كانوا كيقولوا لنا توفى الوالد و كيجيبوا لنا النيميرو دي ماتريكولاسيون، ولكن من بعد كنكتشفوا لا راه ما توفاش. هذه لحظات رهيبه، يمكن الناس ما كيعرفوش باللي اللي ابائهم موجودين في الصحراء أو في اي حرب من الحروب كيمكن يجيك اعلان انه توفى ومن بعد تكتشف انه حي، انه ما توفاش، وكتكون المساله صعبه جدا لما كيجيك الاعلان انه توفى وكتعتقد باللي عاود راه غادي تلقى حي ولكن بالفعل كيكون توفى. عشتي هذه الحاله؟ يمكن يركز عليها المخرج. ممكن يركز عليها خصوصا ملي غادي يرجع الوالد، منين جاو عندنا وقالوا لنا انا كنعقل في كرسيف كانوا لي كازيرن ديال لي ميليتير وكان غير كيجيو الجدارميه السراجم كيبقاو يتحلوا ديال الديور، كنبقاو نتسناو اي نظر غادي يقولوا لها راه مات ولدك ولا مات راجلك ولا مات باك، يعني كنبقاو نتسناو وكنبقاو ساكتين وكيكون واحد الصمت رهيب جدا. هنا انا جيمغي بيان كيعجبني الجو بحال هكا، كيكون كتكون الشتا كتقطر شويه اي بي كيجيو كيقولوا الله يعظم لاجر. كنعقل على الفقيه اللي كان كيقرينا بنته يلاه تزوجات وجات الجدرميه وقالوا لها راه مات، كان في الطنق طلع راسو ودخلت له قرطاسه هنايا يعني، والبنت يلاه تزوجات تو سا، دونك تصدمت. اضافه لان نهار حتى حنا قالوا لنا بلي الوالد مات، والمشكله كيقولوا لك الرقم دي ماتريكولاسيون، كتولي انا من ذاك النهار قررت ان سميتي وسميت با ما غتكونش رقم، غتكون اسم يخلد للتاريخ. وكنعقل نهار قالوها لنا ومنين رجع با، انا دائما كنت كنسمع التران، التران كانت عنده علاقه، الصوت ديال التران تو سا، في الليل كنتسنى لان التران الوالد ديالي غادي يرجع، التران الوالد ديالي كيمشي. واحد النهار حليت عليه الباب وعنده التريي واللحيه ويدو ما بيناش، كنشوف فيه وما قديتش نسلم عليه، كنقول ما يمكنش قالوا لي مات، شنو هذا واش الشبح ديال با؟ ولكن كان با. ومن بعد عنقته عنقته، بقيت كنقيسه، كنقيس له في وجهه، كنقيس له في شعره، كنقيس يديه، لقيتها مبليسيه، كنقول اه لا با با با. راه حتى هنا كتخليني كنرجع لهذيك اللقطه ديال وهو مكفن ديال كنبوسه وعينيه مسدودين في مضاحك ديال كنقول له عمي راه تحرك، كيقول لي لا بنتي راه توفى، يعني ما كرهتش نفيق ونقول له لا، راك كل مره كتقول متي وكيقولوا بانك متي ورجعتي، حتى دابا راه ممكن ترجع دونك وي صافا. واقع الامر انه كنحس باللي في الفيلم ديال حياتك غتبان هذيك العلاقه الحميميه الرائعه اللي كتكون ما بين الاب والبنت ديالو، ويمكن اكثر ما بين الاب والولد ديالو، حيت كيقولوا عندنا في اوساطنا الشعبيه كيقولوا باللي ما بين الام والولد كتكون العلاقه قويه اكثر، ما بين البنت والاب كتكون العلاقه قويه اكثر. هذا الشيء وقع في واحد السن معينه، ولكن من بعد كبرتي وقريتي وعملتي المسرح وشافوك الناس في التلفزيون وفي السينما وعلى الخشبه، واش يمكن للمخرج يصعد الدراما اكثر ويلقاك كتلعبي فوق خشبات المسرح ويلقاك كتقلبي وسط الجمهور على الاب ديالك وكتمنيه يكون كيتفرج فيك في ديك اللحظه؟ درتها في 1992. قدمت واحد العرض ديال جلال الدين الرومي، كنت لاعبه بوليسي كيدور، لان جلال الدين الرومي كما كيعرفوه الناس لي ديرفيش تورنور على الدروشه، وانا اشتغلت على البوليسي، على البوليسي في الرومبوان، لان بالنسبه لي حتى هو بحال شي درويش، يعني كيدور، ملي كنقول درويش ماشي مسكين، درويش صوفي يعني متصوف من الدروشه والدراويش. فخدمت على هذا والوالد ديالي حضر، الوالد ديالي حضر
وكيسمع الاشعار ديال جلال الدين الرومي الوليد ديالي اللي امازيغي من إيموزدار مرموشه وما قاريش وفي وسط البيبليك وانا كنلعب وجا وحضر وبكى الوليد ديالي بكى. انا كنعقل على هذه اللقطه ديال بكى. شي وحدين قالوا علاش بكى؟ انا الوليد ديالي ربما دار الحرب ربما عاش مع القرطاس ومع ولابس تري، ولكن رجل عنده الاحساس مرهف والدمعه قريبه والقلب سخي. دونك هاد لا دياليتي هذه اللي كنقلبوا عليها في الشخوص ديال ما كاينش بنادم خايب 100% ولا بنادم زوين 100%. كاين بنادم مره يقدر يكون خايب حيت تقاس، مره يقدر يكون مزيان. دونك الوالد ديالي كنحس به معايا في الجمهور. وفي هذه المسرحيه اللي هضرتي عليها كفرناعون، انا هذه المسرحيه اللي نطت عليها ضجه، انا مسرحيه كلها كنهديها للروح ديال الوالد ديالي. كنمثل فوق الخشبه بنت تبحث عن الروح، عن الجسد، عن الوالد ديالها. وانا الوالد ديالي ما بقيتش كنقلب عليه في الناس. انا نهار العيد هذا العيد الكبير هذا اللي داز مشيت صليت عليه وقريت عليه في القبر ديالو وهزيت واحد الحجيره صغيره. هذيك الحجيره دائما معايا في الصاك ودائما كنهزها وكنبوسها وكنقرا عليها القران وعلى الروح ديالو كنحطها دائما حدايا في المسرحيه ملي كنلعب، لان بالنسبه لي با كاين في قلبي كاين فيا وكاين في الخشبه معايا. الوالده مازال عايشه؟ طبعا الوالده مازال عايشه والوالده قاريه، كانت كتكتب الرسائل لبابا وكنا كنكتبوا ليه الرسائل وحنا عارفين شنو فيهم كيديهم معاه ويصيفطهم لنا من بعد، حنا كنا كنكتبوهم ليه. دونك يعني حنا كنا عارفين شنو في الرسائل، ولكن هذيك الطريقه باش كنا كنعرفوا الوالد ديالي واش مازال حي ولا توفى. كيرجع لكم نفس الرسائل اللي كتبتوا ليه نتوما؟ اييه كنكتبوا له دائما 10 د الرسائل، واحد الكرتونه فيها القراشل وفيها الكمون والبزار والبصله والثومه وفيها البراوات وفيها كاسيطه كنقرا له القران كنجود القران لبابا وفيها كاسيطه كنهضروا كلنا كنبقاو نقولوا له شنو كنحسوا شنو كنبغيو نقولوا له. كنشوف حضور الاب ديالك معاك في هذه اللحظه وحنا كنتكلموا فيها. وي مازال كتحسي بيوتم تجاه الاب؟ كنحس به توحشته بزاف. انا ما كنتش بغيت نثير معاك الموضوع ديال المسرحيه ديال كفرناعون، ولكن الهمتيني اني ندخلها في السيناريو ديال الفيلم ديالك. ما احتاجيتيش ليه في لحظه من اللحظات والحمله عليك في الجرائد والناس كتتكلم وقلتي ربما الاب لان الاب يشكل الحمايه خصوصا بالنسبه للبنت؟ احتاجيت ليه وشتي نقول لك، انا ملي كطيح الشتا كنخرج وكنتمشى تحت الشتا بلا مظل، لان كنحس الحاجه اللي كتجمعني في هذيك اللحظه مع الوالد ديالي، الحاجه اللي فيزيك ديال الطبيعه هي الشتا. والشتا رحمه، رحمه من عند الله سبحانه وتعالى، رحمه لانه استسمح الجمهور كنبكي راه حتى في السينما راه كنبكيو يعني ماشي هي قمه قوه الانسان هو لما كيبكي. تفضلي يا لطيفه وصلي. فالوالد ديالي سي فغي احتاجيت له احتاجيت له ماشي غير دابا منين كانوا داروا ديك الحمله عليا في الجرائد، دائما كنحتاج ليه، دائما كنهضر معاه وكنهضر مع امي وكنهضر مع خوتي. شتي انا ملي كنمشي كنلعب في اي منطقه كنلعب كنقول اليوم كنلعب لك أبا، اليوم كنلعب لك بلادي، اليوم كنلعب للإنسانية. أنا مني مشيت للقدس وصليت بيت المقدس صليت للإنسانية وصليت لبا. مني كنمشي كنمثل المسرحية كنمثل لبا، كنمثل خوتي، كنمثل ماما، كنمثل الناس المغاربة، كنمثل لراسي أيضا يعني. وحتى في هذا الفيلم يعني الحضور ديال الوالد هو حضور ديالي، هو حضور ديال الذاكرة ديالي، هو حضور ديال حقبة من المغرب أيضا، لان الصحراء ماشي شي حاجه رخيصه على المغرب طبعا، وهي الان الا لاحظتي هي قلب الحدث ديال المغرب. وانا اغلى من اي وقت مضى المغاربه طبعا. وانا عشتها ايضا بنت ميليتير وعشتها دابا كمواطنه وكفنانه اللي كتقول لخوتنا في تندوف مرحبا بكم في بلادكم، هذيك بلادكم كما هي بلادنا ومرحبا بكم في المغرب لانه فاتح لكم يديه والمغرب باغي يعطيكم كرامتكم وتعيشوا بالرزق ديالكم
وبالحب ديالكم وبالحب للوطن ديالكم. يعني هذه كنتقاسمها انا كفنانه مع هذوك الناس اللي فتين دوف، وكنقول لهم ماشي خايب اننا نكونوا ديفوا عندنا موقف، ولكن اللي خايب هو اننا نبقاو في واحد الموقف وما نبدلوش، خصوصا الا كان عندنا اننا نعاودوا نرجعوا ونحافظوا على كرامتنا ونرجعوا عند خوتنا وبواتنا ومواتنا. جيد، قلنا ان فيلمنا في حركيه كبيره. اي المخرج بغى يلقاك طفله مشاكسه داخل ساحه مدرسه. غادي يلقاها في وجده. اول ما مشيت ندخل نقرا مشيت وعندي قرينات ولابسه قشره بويض مثقوبين، واحد الصنيديله الجلد، وواحد الكسيوه فيها لو مارون وريضات، فهمتي؟ وماما مدخلاني كتقول لي يلاه، ومع نزعي عرايط وسا، دونك كيعيطوا لي سميره بن سعيد ملي كنت صغيره، كيقولوا لي كتشبهي لسميره بن سعيد، دونك يلاه سميره بن سعيد. وهذا هو المدير، انا المدير كنت كنتخلع منه وداك الشيء. دونك مي اللي زوين هو ان في هذيك المدرسه يلاه دخلت كان خاصني لنا شي وراق، و المدير قال لماما خليها معايا في البيرو، وانا داك المدير مخلوعه منه، فهمتي؟ لان كيشبه لواحد السيد ماما كانت كتخلعنا منه. دونك انا ما ملي كنبغيو ناكلوا لا الحلوى ولا السكر كتقولنا لا ما تاكلوش، راه هذاك غادي نجيب لكم هذاك السيد، واحد السيد كيخلع شويه. دونك هذاك المدير كان كيشبه ليه، دونك ما بغيتش نبقى معاه، ولكن واخا هكاك عيط للحارس جاب لي خبيزه وجاب لي الفروماج والزيتون وقال له راه عطيني اللطيفه، فهمتي؟ انا شديت هذاك الشيء ما كليتوش، قلت لا غيكون داير ليا فيه السم وداك الشيء، ولكن قلت له واش ممكن نخرج نلعب؟ كان عزيز عليا لاكورد، كان عزيز عليا اللعب طيشطيشه، كان عزيز عليا نو، وكان عزيز عليا ندير المقالب، ضيق حتى دابا مازال كندير المقالب. يعني في العطله كيفاش كنتي كتعيشيها؟ العطله شي حاجه كبيره. العطله يا اما كنسافروا كنمشيو لمزار مرموشه، يعني القبيله، وبالطبع في إموزار عندنا جميع الفواكه ما عدا البنان والأناناس. وعندنا جميع الخضار وهذاك الشيء، يعني الحمد لله كل شيء كاين عندنا. وواحد المرة كنجتمعوا حنايا ولاد عزيزي العنصار ولاد عمتي ولاد، يعني كنجتمعوا العائلة كاملة. ولكن احنا اللي خطير في البلاد هو انه كنتسناو بابا يجي، المهم كيجي من الصحراء وكيدينا كنسافروا 20 يوم عنده برميسيون، كيقول لا بيرميسيون، هذه كيعرفوها كاع ولاد العسكر. كنمشيو للبلاد ولكن كنحقروا على بيبي ديال نانا، دونك كنمشيو كنقلبوا اشنو البيبي الفرارج وهذا. دونك ولكن بابا وعمي والعائله وداك الشيء كيكونوا في الحصاد وهذاك الشيء، حنا كنمشيو كنبقاو كيعزيز علينا نمشيو نطيبوا في الخلا وداك الشيء. ولكن واحد المره ذبحنا واحد البيبي ديال نانا، مي ما ذبحناهش مزيان، بقى الفضيحة كاملة ولات في القبيلة ديال كل شيء، عرفنا سرقنا بيبي لنانا وكل شيء، آيا وما تخدات تنغم بيبي وداك الشيء. والمهم ذبحوه بعدا غير حللوه وداك الشيء، دونك ذبحوه من بعد. مي سي 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 لي فاكونس زوينين. لاحظي أنه الفيلم ديالك فيه لقطات متضاربة ولقطات من هنا وهناك، إلى المخرج في لحظة من اللحظات قال خصني نلقى شي حبكة. أييه كيخصني نجمع هاد الأحداث كلها باش يولي عندها منطق في الفيلم. يولي عندها منطق. هو منين هزين هذاك الراجل في النعش وهاد البنت غادا معاه وكتقرا القران مع هاد الناس، ولكن في هذيك اللحظه كتبسم مره وكتفكر نهار طرشها وقال لها خصك تمشي تقراي، نهار داهم البلاد وداروا هاد بيبي، وعاوتاني كترجع وكتبقى تقرا القران لان غاديين به، والشتا كتنقط شويه وغاديين على رجليهم لان المقبره قريبه كوميم، دونك غاديين على رجليهم. من بعد كتسمع شكون هذاك ميمون الحر، الله يرحمه كان عسكري الله يعمر هذا، كترجع السينتا ديال العسكري كيوجد حوايجو بالتريي والباكتاج ديالو وديك الكارطونه اللي فيها القراشل والكامون والبزار والبصله وهذا، يعني كل شيء راه سي ان فلاش باك. هو سفر جوج الاصفار، السفر ديال الحياة الموت القبر، والسفر ديال بزاف ديال الحيوات لي في ديال انا والواليد وخوتي وماما والناس والقبيلة، والسفر ديالي انا كيفاش كنعيش هذاك السفر ديالي انا مع با الان. جيد، غنطرح عليك سؤال ما يبانش لك غريب ولكن غتعرفي علاش من بعد. واش كيعجبك الغروب او الشروق او مكان معين؟
كيعجبني بحر، طبيعه، هضاب، جبال. اعطيني احب الاماكن اللي يمكن تمني تكوني فيها هذه اللحظه. في هذه اللحظه نبغي نكون فوق القبر ديال البار والشكر طيح وكنقرا عليه القران. سهلت عليا الماموريه اكثر، لانك غادي نطلب منك كلمه للاب ديالك. فين غتكوني واقفه؟ كيفاش غادي يكون الوضع ديالك؟ اشنو غتقولي في هذه اللحظه؟ غادي نكون واقفه حدا رجليه. هذه اخر لقطه في الفيلم. ايه مثليها كيف ما بغيتي. ميمون الحرار، هذا شيميخ يليش ورتشتوخ. يا ميمونة وا ميمونة وا ورتشوخ. سيتو عنا الحق نعرفوا تفاصيل أكثر على الكلمة اللي قلتي. قلت له ميمون الحرار أنا بنتك ما نسيتكش، وغنيت له شوية بالشلحة حيت عزيز عليه، كيغني دايما بالشلحة، كيقيس هكا يديه وكيبقى يغني، وعزيز عليه كيغني أثما زيرتينو وأثما زيرتينو أثما زيرتينو وأثما زيرتينو الصحراء يا إيثيا ونريد ديستوخ. أبلادي أبلادي الصحراء اللي أنت ما نسيتكش. دونك جيد. آخر لقطة كيفاش كتصوريها؟ هكذا صافي زو ماغيير أو نوار؟ لا أو نشوفوك ماشية؟ لا غنشوف راسي راجعة من القبر أنا والوليد. جيستومون غادي نكسر للناس انه تدفن قرات عليه القران ولكن راجعه هي وياه قابطين. مقابطين وراجعين كنغنيو بجوج وواحد لا لوميير بلانش مورانا فريمون بلانش وكنغنيو انا وياه انا والوالد راجعين راجعين فريمون حتى كنخترقوا العينين ديال البوبليك فريمون العينين ديال البوبليك. رائعه لطيفه احرار، كنتي رائعه، كنتي صادقة، كنتي عفوية، وهذا هو المطلوب في ضيوف برنامج الحياة السينما. مشكورة جدا لطيفة. مشاهدي الكرام شكرا على المتابعة ديال حضراتكم. عرفوا أنه بحال كنقول دائما كلكم كيمكن لكم تكونوا ضيوف هذا البرنامج. كل واحد فيكم عنده أشياء كثيرة في حياته، عنده أشياء كثيرة يمكن يحكيها، يمكن تشكل سيناريو ناجح في الحياة. لالا لطيفة تكلمنا كثير على سيناريو حياتك، ولكن غادي نقول لك اجي نتكلموا على مجالك الفني. اييه واختمي باعز الاحداث اللي وقع الان في مشوارك الفني واللي تبغيها توصل بشكل او باخر للاب ديالك. بغيت نقول لبابا الله يرحمك، ولكن راك خصك تكون فرحان لان لطيفة راهي الله دخلت بكفرناهم من الاردن حيت مثلت المغرب تما كاين، وعجبني الحال اللقاء الجميل اللي كان مع الجمهور الاردني. مثلت ايضا في بولونيا وخديت الجائزه الكبرى، مثلت في بروكسل وتلاقيت مع مغاربه واجانب وفرحوا بالمسرحيه ديال كفرناهم. غادي نمشي للجزائر غادي نقدم العرض، ايضا دكار غادي نقدم الليله الاخيره. وبغيت نقول لك بلي سي محمد ومنير راه كيديروا الراب، فاطمة زهرة ممثلة غادة مزيان، محسن راه دار البروجي ديالو المدرسة ديالو لاكوافير، سامورة راه عندها جوج وليدات، وكنسلموا عليك وماما كتقول لك كتبغيك. مشاهدي الكرام بكل حب إلى اللقاء.